أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها اليوم لمناقشة وضع المعتقلين في السجون الأمنية في محافظة عدن منذ أشهر دون أي معلومات عنهم أو تهم منسوبة لهم. نظم العشرات من الناشطين والحقوقيين وقفة احتجاجية أمام إدارة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا. المحتجون قالوا إن المئات من أبناء عدن والمحافظات الأخرى تعرضوا للإخفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية في المحافظة، وطالب أهالي المعتقلين بالإفصاح عن ذويهم المحتجزين منذ أشهر دون تهم منسوبة لهم، مؤكدين على أهمية تفعيل الجهاز القضائي لضمان سير العدالة. ويرجئ الكثير من المراقبين مشاكل الوضع الأمني في محافظة عدن إلى وجود تداخل في عمل الأجهزة الأمنية التابعة للحزام الأمني وإدارة الأمن اللذين يعملان بشكل منفرد وبمعزل عن الآخر، وهو ما جعل المحتجين يطالبون بضرورة دمج الأجهزة الأمنية تحت مظلة وزارة الداخلية والإشراف على عملها من قبل السلطة القضائية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي الجهة المسؤولة عن ملف المعتقلين في محافظة عدن؟ وما هي الأسباب والدوافع وراء تعامل الحزام الأمني بهذه الطريقة مع ملف المختطفين؟ وأيضا ما هو موقف الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية والإنسانية من هذا الملف؟ قبل النقاش نتابع هذا التقرير. تبحث هذه المرأة منذ 5 أشهر عن أخيها المعتقل دون أن تتخذ إزاءه أي إجراءات قانونية ودون السماح لذويه بزيارته. أخي مسجون من 13 رمضان، خد من أمام سوق الحجاز، إلى الآن ما ندريش إيش قضيته. نروح نطالب، زرته مرة واحدة بس في بداية شوال زرته، وإلى الآن لا اتصال ولا أدري عاده. هل موجود في السجن؟ هل روح إلا مكان تاني؟ ما أدريش. أنا 50 يوما، إن شاء الله يخرجوه. الكثير من أسر المسجونين حضروا الوقفة الاحتجاجية التي أقامها ناشطون حقوقيون لمطالبة السلطات بالإفراج عن المعتقلين دون مسوغات قانونية، بالإضافة إلى تفعيل منظومة القضاء. من هذا المكان نحن نطالب الأجهزة الأمنية في محافظة عدن بأن تكون خاضعة جميعها لمديرية الأمن في محافظة عدن بقيادة شلال، وكذلك محافظة عدن، وإخضاع كافة هذه الجهات إلى مديرية الأمن من أجل معرفة مصير هؤلاء السجناء ومن أجل إخضاعهم لمحاكمات عادلة يحقق معهم. كذلك ننادي بكل القضاة وأعضاء النيابة للقيام بواجبهم. لا إحصائيات متاحة عن عدد المعتقلين والمسجونين في ظل تعدد الأجهزة الأمنية وبقاء مصير الكثير من المحتجزين مجهولا. هناك قوتين على أرض الواقع، قوة الحزام الأمني واللي مسيطر على بعض الأجهزة والمرافق الحكومية من ضمنها مصلحات السجون، وهناك القوة الثانية لإدارة الأمن التابعة لوزارة الداخلية بقيادة مدير الأمن شلال ورئيس اللجنة الأمنية المحافظ الزبيدي. نحن لا نريد إلا أن يكون هناك استقرار للوضع وتوحيد هذه الأجهزة تحت ظل نظام واحد، تحت ظل سلطة واحدة وهي وزارة الداخلية. إحصائية تقول أنه في سجن المنصورة لوحده يعني أكثر من 1000 سجين، بينما السجلات تؤكد أنها 350 سجين. طيب سجون التحالف، سجون الشرط، في مساجين، ليش نبحث عن إيش يعني وضعهم القانوني؟ يخرج المجتمع المدني عن صمته مع تفاقم قضايا الإخفاء في ظل إجراءات أمنية تكافح الجماعات التي تعمل على إخلال الأمن، مع التباس هذه الإجراءات بالكثير من المظالم والتعسفات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع فواز العويضان من أبناء محافظة عدن، أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية. مساء الخير فواز. مساء النور أخي الكريم وعلى جميع المشاهدين. أهلا ومرحبا بك فواز. في البداية، ما هي الأسباب وأيضا الحيثيات والظروف التي من خلالها تم اعتقال هؤلاء الذين تطالبون بالإفراج عنهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني لكل سجين أو لكل معتقل ظروفه الخاصة، و سوف كثيرة مطالبنا هي واضحة ولن يستقيم. نعم، إذن فقدنا الاتصال بفواز العويضان من عدن، أحد منظمي الوقفة الاحتجاجية. بالتأكيد كانت هناك وقفة احتجاجية
أمام السجن في محافظة عدن للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المعتقلين من قبل ما يسمى بالحزام الأمني في المحافظة. ربما مر أشهر على اعتقال العديد من هؤلاء المخفيين قصرا كما يقول أهالي المعتقلين في محافظة عدن دون معرفة ظروفهم ومعرفة ما هي الأسباب والدوافع التي قامت من خلالها السلطات الأمنية والحزام الأمني باعتقالهم. ينضم إلينا الآن من عدن أيضا المحلل السياسي فؤاد مسعد. مساء الخير فؤاد. مرحبا، مساء النور. أهلا ومرحبا بك فؤاد. في البداية ضعنا بصورة الأسباب، الدوافع، التهم الموجهة لهؤلاء المخفين قسرا أو معتقلين في سجون ما يسمى بالحزام الأمني أو أيضا إدارة الأمن في عدن. طبعا كما تفضل الأخ المحامي فواز، هناك يعني ظروف خاصة لكل معتقل أو لكل مجموعة من المعتقلين تراكمت جميعها حتى يعني جعلت المجتمع أمام واجبة في أنه لابد أن تكون هناك يعني وقفة احتياجية، ولابد أن تكون يعني أن تتبع هذه الوقفة ربما وقفات احتياجية حتى يعني يكون هناك تعامل واضح وتعامل جاد ومسؤول أمام هذه الانتهاكات التي حدثت ولا تزال تحدث تحديدا في سجن المنصورة باعتباره أكبر السجون وباعتباره يضم كثير من الحالات التي يقول يعني أصحابها ويقول منظمو ومؤكدو الوقفة الاحتياجية أن الاعتقالات طالتهم يعني من تعسف وظلم وليس في ما يبرر اعتقالهم، بالإضافة إلى ما تبع هذا الاعتقال من إجراءات ووصلت يعني بعضها إلى حد الانتهاك الجسيم يعني لأوضاعهم ولأحوالهم. وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين الشيخ عادل الحسني وهو من قيادة المقاومة في محافظة أبيان، وكثير ما يعني ناشدت أسرته وأقاربه وبعض زملائه في المقاومة، ناشدوا الدولة وناشدوا الحكومة، وكان آخرها رسالة من أسرته قبل يومين ناشدت رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لضرورة التدخل والإفراج عنه، خصوصا أنه مضى على اعتقاله أكثر من 50 يوم. نعم أستاذ فؤاد، الكثير يتحدث بأن الحزام الأمني ربما يتعامل بطريقة بعيدة عن السلطات المحلية في عدن وبعيدا عن إدارة الأمن، وله يعني ربما اتخاذ إجراءات بعيدة عن ما يخص الدولة والشرعية في عدن. إلى أي مدى نستطيع القول بأن هذا يعني حقيقي وواقعي في عدن؟ هناك يعني حقيقة يعرفها كل من يعني له شان أو تابعة لدى الأجهزة الأمنية خصوصا ما يتعلق بالاعتقالات، وهي أن الجهاز المسمى بالحزام الأمني أو قوات الحزام الأمني في الحقيقة أنها لا تتبع إدارة أمن عدن أو قيادة الشرطة بمحافظة عدن، رغم أنه صدر قبل أكثر من شهرين قرار نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بأن تؤول تبعية هذا الجهاز وتبعية الحزام لإدارة أمن عدن، لكن لا يبدو أن هناك يعني تجاوب من الحزام. الحزام له يعني قيادة خاصة به، ولا يبدو أنه يعني يخضع يعني للتسلسل الهرمي لأجهزة أمن الحكومة، وهو ما يعرقل ويعيق تنفيذ كثير من يعني الإجراءات، خصوصا أن بعض المعتقلين استصدر أهاليهم أوامر بالإفراج عنهم، بعضها من المحافظة وبعضها من وزارة الداخلية، لكن لا يوجد هناك أي تجاوب، وهو ما يعني أن يعني الأمر والنهي بالنسبة للحزام الأمني هي إجراءات ومعاملات تخصه وليست يعني مرتبطة بمسؤولي الدولة سواء المسؤولين الأمنيين أو المسؤولين العسكريين، وهذا يعني يشكل ثغرة أمام الأجهزة ويعرقل حتى أجهزة الدولة بشكل عام. نحن نلاحظ أن هناك يعني ازدواجية في الأداء، كثيرا ما تعلن قوات الحزام الأمني أنها قبضت وأنها نفذت يعني أعمال ضد ما تسميها الجماعات الإرهابية، وبالتوازي معها تصدر يعني إعلانات وبيانات مماثلة لإدارة أمن عدن
تعلن انها يعني تقبض وانها تتابع وانها يعني في نفس الحيز الجغرافي، هذا يعني يثير اللبس ويثير كثير يعني من الارباك في اعداء الاجهزه الامنيه المنوط بها حمايه الامن والاستقرار. نعم، تكرم بالبقاء معنا استاذ فؤاد، نشرك معنا في الحديث احد منظمي الوقفه الاحتجاجيه اليوم في عدن فواز العويضان. فواز، كنا قبل أن نفقد بك الاتصال نتحدث عن الأسباب التي جعلت الأجهزة الأمنية في عدن تعتقل هؤلاء يعني في سجونها دون أي تهم كما تحدث الأخ فؤاد مسعد. الآن أنتم أقمتم اليوم وقفة احتجاجية، إذا كان هناك ازدواج في معرفة أين هؤلاء المعتقلين ما بين الحزام الأمني وإدارة الأمن في عدن، مطالبتكم اليوم في الوقفة من؟ ورسائلكم وجهتموها لمن؟ ومن تجاوب معكم؟ اسمح لي أن أجيب على سؤالك الأول قبل المقطع. نعم تفضل. طبعا كما قلت في بداية حديثي أن لكل سجين ولكل معتقل ظروفه الخاصة، ولن نعرف ولن تستقيم وتتضح الرؤية إلا إذا دخلنا إلى هذا السجن وعرفنا وتم التحقيق من قبل النيابة والقضاء وتم توكيل محامي لنعرف ماهيات وملابسات كل اعتقال. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر، كانت هناك اعتقال وفقا للشكاوى، طبعا شكاوى الأهالي، شكاوى إفادات الأهالي، كانت هناك اعتقالات عشوائية من قبل بعض الجهات الأمنية، اسمح لي يعني في هذا القول، لها مبهولة يعني ما عرفنا إلى 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 أي سلطة تنتمي السلطات المحلية ومن باب الشفافية سأقول أنه الحزام الأمني. نعم، الحزام الأمني، هذا من يتحكم بالحزام الأمني؟ من يشرف عليه؟ من هو المسؤول عن كل الانتهاكات التي تمارس عن طريق هؤلاء ومن هم ينضم يعني منضمين في إطار الحزام الأمني؟ طبعا هذا السؤال لا يوجه لي، أنا في الأخير محامي ومواطن، وهناك جهات رسمية نعم يجب أن توجه إليها السؤال وهم ملزمين بالإجابة من باب الشفافية ومن باب نعم. كنا نتمنى فواز اليوم أن يكون معنا أحد من الحزام الأمني أو من إدارة الأمن، تواصلنا معهم لكن للأسف لا توجد هناك أي تجاوب من قبلهم للتحدث وإظهار حقيقة ما يدور، ويعني يتكلمون بما يعني يريدون، ما هي الأسباب وراء اعتقال هؤلاء الناس، ما هي التهم الموجهة لهم، لكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب من قبلهم. إجمالا الآن الوقفة الاحتجاجية التي أقمتموها فواز، الوقفة الاحتجاجية، هل وجدتم أي تفاعل؟ هل وجدتم أي ردود أفعال؟ هل يعني هناك من السلطة المحلية أو الحكومة الشرعية بحكم تواجدها الآن في عدن أي وعود بالإفراج عنهم ومعرفة ظروف اعتقالهم؟ بصراحة لم يتم التواصل معنا من قبل أي جهة مسؤولة بخصوص المعتقلين أو السجناء في داخل سجن المنصورة بالتحديد. كما أريد أن أضيف أن هناك معتقلين في جهات مجهولة يعني مخفيين قسريا، اسمح لي أن أقول، ونريد تحقيق واسع، ولن تستقيم هذه الإجراءات إلا بتفعيل دور القضاء، دور النيابات، وهم مسؤولون عن هذا الانفلات، هذا نعم. طيب فواز، لو وضعتنا بصورة إحصائية بعدد هؤلاء المعتقلين، ما هي الإحصائية الأخيرة لديكم؟ لا توجد إحصائيات ثابتة، ولكن فيما يقارب 350 إلى 400 معتقل. نعم، هؤلاء المعتقلين إلى أي مناطق ينتمون؟ إلى مناطق مختلفة، يعني غالبيتهم من محافظة عدن ومحافظات أخرى. نعم، أهالي هؤلاء المعتقلين فواز، وأنت اليوم كنت في الوقفة الاحتجاجية ولمست مطالبتهم ولمست يعني ما يتحدثون عن أهاليهم وأقاربهم المخفيين، هل لمست منهم يعني بوادر أي تهم مثلا وجهت لهم من قبل الأجهزة الأمنية أو أي يعني نقاط ربما على ضوءها تم اعتقال هؤلاء المخفيين والمعتقلين؟ طبعا أخي الكريم، الجهات الأمنية لا يخول لها القانون أن توجه لهم أي تهمة، الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون نعم توجيه التهم هي النيابة العامة، والنيابة العامة الحاضرة الغائبة غير موجودة، ولا وللأسف يعني اسمح لي أن أعاتب زملائي في سلك قضائي، يعني لم يكن هناك أي فعل إيجابي منهم نعم حتى باحتجاج أو حتى بوقفة أو حتى بشجب، طبعا لا لن أعمم فنقول لك الأغلبية نعم، فلذلك فهو مصير المعتقلين سيكون مجهولا إلى أن يتدخل القضاء في أمرهم.
نعم نعم فواز، سمعنا بأن هناك تهديدات من أقارب هؤلاء المعتقلين، وعلى وجه التحديد الشيخ عادل الحسني أحد القيادين في المقاومة الشعبية من أبناء محافظة أبين، بأنه إذا استمر الحال سيقومون بالتصعيد. يعني أنت من وجهة نظرك كيف تقرأ بأن يصل أهالي هؤلاء المعتقلين إلى حد التهديد وأنهم سيتصرفون بطريقة أخرى، وما هي العواقب إن تمت؟ أخي الكريم، عندما يغيب القانون توقع أي شيء. نعم، يعني إجابة مختصرة وشاملة لما يحصل في هنا في عدن وما سيحصل. نعم، لم تلمسوا أي تغيير فواز في عدن على الأقل مع عودة الحكومة الشرعية الآن؟ أنت تقصد يعني بعد عودة الحكومة الشرعية؟ نعم، هل لمستوا مثلا أي تغيير على مستوى الأمن والخدمات؟ لا، بالنسبة للخدمات هي من سيء إلى أسوأ، وبالنسبة للتغيير الوحيد اللي حصل في عدن هي زيادة المتارس الأمنية وزيادة التفتيش ومضايقات للمواطنين، لا ماء لا كهرباء لا الأمن نسبيا، يعني يمكن نقول أنه تحسن بشكل نعم يعني نسبي وليس يعني، ولكن الخدمات سيئة، الحكومة نائمة في العسل. نعم، لا تحزن المواطن، يعني إذا يعني الموضوع هذا يحتاج له حلقة كاملة. نعم فواز، على مستوى الشارع العدني اليوم، ربما اليوم أقمتم هذه وهي يمكن أول وقفة احتجاجية لكم وأنت محامي مع أهالي هؤلاء المعتقلين والمخفيين قسرا، الشارع العدني هل هناك أي تجاوب؟ هل هناك أي تعاطف ضد السلطات، تعاطف مع أهالي المعتقلين ضد السلطات والحزام الأمني، تطالبهم بسرعة الإفراج عنهم، بسرعة التحقيق، إظهار ملفهم أم لا؟ المواطن اليمني في أو الشارع العدني متعاطي. يا أخي، أنت عندما تحبس شخص وتحرمه من زيارة ولده أو زوجته أو أمه، هذا هو تعذيب في حد ذاته، أنت تعذبه، يعني أن تقتله أفضل من أن تحبسه مثل الحيوان. نعم، إذن أشكرك. نعم فواز، المحامي والناشط الشبابي فواز العويضان، كنت معنا من محافظة عدن، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد. فؤاد، عدنا لك من جديد. ربما الكثير يتساءل فؤاد، هذه الممارسات اتسمت بها ميليشيا الانقلاب، ميليشيا الحوثي في المحافظات التي لا زالت تسيطر عليها في شمال اليمن وتمارس هذه الاعتقالات والإخفاء القسري، لكن أن يحدث هذا في العاصمة المؤقتة، في مركز الدولة، في عدن، ربما هناك نوع من الاستغراب. إلى أي مدى سيعكس صورة غير سوية، صورة غير واقعية للسلطات المحلية في عدن وأيضا على الحكومة الشرعية وأثرها على ذلك؟ لا، هو يعني الحقيقة أنه لا يمكن مقارنة أي أخطاء أو ممارسات مهما بلغت فداحتها بممارسات الميليشيات الحوثي والتابعة للمخلوعة، هذه الممارسات يعني الإجرامية التي يعني دمرت البلد بالكامل، وما هذه المساوئ التي نعيشها اليوم حتى وإن كانت صادرة عن جهات يعني نقيضة لميليشيات الحوثي والمخلوع، إلا أنها هي سيئة من سيئات الحرب. من الذي أشعل الحرب؟ هي ميليشيات الحوثي الذي دمر بنية الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية والمخلوع والحوثي، وبالتالي هم يتحملوا كل المساوئ التي تحدث سواء في المناطق المحررة أو المناطق غير المحررة، وبالتالي هناك يعني مجموعة من الأخطاء في المناطق التي خرجت عن سيطرة الميليشيات، هذه مهما بلغت لكنها تظل محدودة، وهناك يعني إن لم تحدث نوع من التصحيح لا ربما تكبر مع يعني توسعها وغياب أجهزة الدولة الرسمية. نحن نتمنى أن يكون حضور الحكومة حضور فاعل، وبالتالي تعمل على لملمة مثل هذه القضايا حتى لا تتوسع أكثر مما هي عليها الآن، وتصل إلى مرحلة التهديدات والتهديدات المتبادلة بين الأهالي المختطفين أو المعتقلين أو المخفيين تفريعا، لأن هذا لن يخدم الأمن والاستقرار، وبالتالي سيجعل يعني المدينة وسيجعل المحافظات القريبة منها تعود إلى يعني إلى أسوأ من أيام الحرب التي هي أشعلتها الميليشيات الحوثي. نحن نأمل أن يكون هناك مراجعة للأداء الأمني
سواء من الاجهزه الامنيه ان يكون حضورها اقوى ويكون اكثر فاعليه، وللاجهزه الرديفه او الاجهزه البديله ان يكون يعني هناك عمل على عقلنتها وان تكون خاضعه الى حد ما لاجهزه الدوله حتى يسهل مخاطبه جهات يعني جهه واحده هي ان تكون المعنيه بالامن والاستقرار، لا ان يذهب المعتقلون وهم يعني اهالي المعتقلين لا يدروا من يواجهوا ولا من يخاطبوا ولا من يملك يعني زمام قضايا اهاليهم او اقاربهم المخطوفين والمعتقلين. نعم، كيف سيؤثر يعني من وجهة نظرك فؤاد إذا ما استمر اعتقال هؤلاء المخفين قسرا دون أي تهم كما تحدث أهالي هؤلاء المعتقلين، وأيضا تهديدهم بأن يتخذوا إجراءات ربما تكون يعني إجراءات تصعيدية من قبل أهالي المختطفين وعلى وجه التحديد قبائل في محافظة أبين في دثينة بالمطالبة للفراي عن الشيخ عادل الحسني الذي كان أحد القادة الذين ربما كانوا من أوائل من قاوموا ميليشيا الحوثي وشاركوا في حربهم ضد ميليشيا الحوثي حتى تم تحرير محافظة عدن. يعني إذا ما نظرنا إلى الآثار المترتبة عن هذا فهي ستكون يعني آثار سيئة وستكون سلبية على المجتمع وعلى الدولة بشكل عام على المدى القريب وعلى المدى البعيد، لكن لا يزال هناك يعني ربما نوع من الامل ان تغلب هذه يعني الجماعات او الاجهزه التي وجدت نفسها او وضعت نفسها مكان اجهزه الدوله ان تراجع ادائها ويعني تضع اعتبار لحقوق الانسان ولكرامه المواطن وهي يعني مبادئ ومفاهيم لابد ان تنتبه لها ولابد يعني ان تحسب حسابها وتدرك يعني خطوره تهديد المجتمع من داخله بنفس هذه القيم، لان ذلك يعني سيجعل اهالي المختطفين ربما ينفذ صبرهم ويلجؤون للتهديد وربما للقيام باعمال لا يقرها القانون، وهذا سيحول البلد نوعا ما الى ما يشبه الغابه بان من يملك القوه يستطيع أن يختطف وأن يعتقل وأن يمارس يعني كل ما يريد من الممارسات بغض النظر إن كانت هذه الممارسات صحيحة وسليمة، وهذا ما لا يعني نتمنى أن تصل إليه الأوضاع خصوصا في هذا الوقت الراهن في ظرف لا تزال البلد يعني تعيش أوضاع صعبة وأوضاع استثنائية وهي بحاجة لأن تحافظ على الأمن والاستقرار ناهيك عن وجود مهددات اخرى غير هذه المهددات، هناك مهددات لا تزال قائمه وماثله تهديد القاعده وداعش واشباههما بالاضافه الى الخلايا التي تعمل لحساب الرئيس المخلوق وجماعات الحوثي في اكثر من محافظه، هذا يجعل يعني امام الجهات الامنيه في عدن وفي المحافظات المحرره بشكل عام يجعلها امام تحديات وامام مسؤوليتها في ان تعمل على رأب الصد وان تعمل على يعني نعم. ان يكون ادائها اكثر قوة نعم هل يمكن ادراج نعم فؤاد لمواجهه هذه الخروقات نعم هل يمكن استاذ فؤاد ادراج هذه الحملات التي تقوم بها الاجهزه الامنيه والحزام الامني في عدم السماح لحدوث اي اختلالات امنيه وربما هؤلاء الاشخاص مشتبه فيهم، أم باعتقادك هؤلاء المخفين وكما يقول أهاليهم بأنهم ليس لهم علاقة ولا توجد لهم أي تهم؟ كما ذكر المحامي والناشط فواز موضوع الاتهامات لا تصدر إلا عن النيابة وبعدها أجهزة القضاء، ونحن نعرف أن النيابة والقضاء في هذه الفترة يعني شبه معطلة وشبه غائبة، وبالتالي تظل مهام الاجهزه الامنيه يفترض ان الحزام الامني اصبح هو الجهه الامنيه المخول يعني بمواجهه جماعات الارهاب والجماعات الخارجه عن القانون، فمهامهم واعمالهم محدوده ومحصوره وفي اطار ما يحافظ على كرامه الانسان حتى وان كان متهم فيظل يعني له يعني حق ان يعني زيارات وحق ان يعرف اهله ظروف نعم. ملابسات اعتقاله وحدود الاتهام وايضا ان تكون قضيته حاضره امام الراي العام، لان هذه مبادئ يعني من حقه حتى في حال انه كان متهم وثبتت يعني عليه او ربما هناك ملابسات ادت الى اعتقاله والى
اتهامه. طبعا هناك يعني حقوق له نعم. حقوق وله كرامه لا ينبغي المساس بها. مع عوده الحكومه استاذ فؤاد الان وربما يعني حدث الان تحرك كبير للسلطات المحلية في عدن وأيضا للدولة وحضور بدأ يتشكل بشكل إيجابي في عدن، هل تعتقد بأن هذا الازدواج في الأجهزة الأمنية سينتهي؟ وهل تعتقد بأن ربما تفعل النيابة العامة والمحاكم بشكل أفضل ويتم على ضوء ما يحدث الآن في عدن من كان لديه تهم يحاكم ومن لم يوجد أي تهم ضده يتم الإفراج عنه والتعامل بمسؤولية يعني بطريقة يعني دولة أمام شعب وعليها حقوق ولها واجبات؟ هذا ما يفترض يعني أن تقوم به الحكومة خصوصا وأنها باتت يعني في هذه الفترة موجودة بعدل وأنها ستكون يعني أكثر قربا من قضايا الناس وأكثر اطلاعا على هذه القضايا. وهناك يعني قضايا مثل هذه الاعتقالات والاختطافات ربما انها مطروحه على جلده الحكومه ولا بد يعني ان توضع لها حلول لانه وجود الحكومه ربما يسهم في ان لم يكن في القضاء على مثل هذه الظواهر لكن على الاقل سيحد منها وربما يعيد الهيبه لاجهزه الدوله الرسميه وللقرار الرسمي الصادر عن الدوله او عن من يمثلها وبالتالي هذا يعني سيضع كثير من القضايا محل تفاعل ومحل تجاوب سواء من قبل المجتمع او من قبل المنظمات التي ان حضرت الدوله وحضر الامن والاستقرار ستكون اكثر حضورا واكثر يعني مراقبه واكثر فاعليه في القيام بواجباتها وبالتالي سيكون الجميع امام مسؤولياته وامام التزاماته في جميع المجالات ما يتعلق ب واجبات الحكومه وما يتعلق يعني باداء الاجهزه التابعه لها وما يتعلق بالانتهاكات او غياب الخدمات او يعني نعم. تعثر اي اداء في يعني يعرقل ويعيق الحياه العامه. اشكرك جزيل الشكر الصحفي والمحلل السياسي فؤاد مسعد كنت معنا من محافظه عدن. الشكر ايضا لفواز العويضان احد منظمي الوقفه الاحتجاجيه وهو محامي وناشط شبابي في محافظه عدن. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من زوايا الحدث حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن. السلام عليكم.